بصروات ولا البيت، بصل اكل وشرب ولا البيت، ما بينضام ايش بده بيصلوا لعنده. طلعنا اول مره على المعبر، واللي ما بيكون معه سعره بسعر الغنمه. اخر فتره احتقروا الاكل، يقولوا روح اشتروا نزلوا لي اجر اتطوع معهم اكاد اكل. يعني بالزول حتى طلعت من مناطق من هنيك لهون على النظام.